أين؟ أولا نقول كل من مات بحريق وهو مسلم فإنه من الشهداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحريق شهيد. لكن ما نقول فلان شهيد لأنه مات بالحرق، ما ندري، لكن على سبيل العموم نقول كل من مات بالحريق فإنه شهيد. وإذا كان مرجع الإطفاء كان أشد ثوابا أيضا، لأن هذا الرجل الذي مات بالإطفاء جمع بين أمرين، بين الحريق وبين الدفاع عن إخوانه، فهو بالحقيقة اكتسب أجرين، أجر الدفاع عن إخوانه المسلمين وأجر شهادة الحريق. لكن لا لا لاحظ أننا لا نشهد لشخص بعينه، يعني مثلا إنسان احترق أمامنا، أحرقته النار أمامنا، نقول الحريق شهيد، لكن ما نقول هذا الرجل شهيد. وقد ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه لهذه المسألة وقال باب لا يقال فلان شهيد، ثم استدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، فقال والله أعلم. إذا كان الله أعلم بمن يكلم في سبيله إذن ما نشهد على شيء لا نعلمه، لكن نقول على العموم من قتل في سبيل الله فهو شهيد، فيفرق بين العموم وبين الخصوص. وبحلول أذان الظهر ينتهي هذا المجلس، وإلى اللقاء في المسجد القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.